مشاهدينا، وللحديث أكثر عن استمرار تداعيات الاحتلال الأمريكي للعراق، معنا من اسطنبول المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات الأستاذ عادل الخزاعي. سلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. أهلا بكم. إلى أي مدى يمكن التأكيد على أن قرار احتلال العراق لا زال يفسد حياة العراقيين رغم مرور 20 عاما على بداية هذا الاحتلال؟ وفق الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة غالوب الدولية تقول أن هذا الاحتلال أفسد حياة العراقيين، وما قبل 2003 كان أفضل. بداية تحية طيبة لك وللمتابعين الكرام والمشاهدين الكرام. احتلال العراق وما بعد احتلال العراق و المجيء بشخصيات عميلة هزيلة لا تفقه معنى القيادة الحقيقية ووضعها على رأس الهرم في السلطة في العراق وتسليمها مقدرات العراق ومصير العراقيين هو جريمة تعادل جريمة احتلال العراق. أي إنني أعتقد أن تجربة السلطة ما بعد الاحتلال كان أسوأ من الاحتلال نفسه. تم إدارة العراق وشؤونه الخارجية والداخلية بطريقة بشعة وانتقامية، وكان تسليم أموال العراق مع السلطة إلى هذه الطبقة كان له نتائج كارثية على العراق والمنطقة. أنتج كوارث كبيرة طائفية، ميليشيات، إرهاب داعش، الفساد، نهب أموال العراق وتجويع العراقيين، ثراء للأحزاب والميليشيات وتهجير وقتل. نعم، كل هذه العوامل أنتجتها قيادة مشوهة سنية والشيعية. نعم، لا هم لهم إلا السرقة والثراء. لم تنتهي الكارثة عند احتلال العراق، بل تم احتلاله مرة أخرى على يد إيران، وهذا الاحتلال هو الأسوأ من الاحتلال الأمريكي. الاحتلال الإيراني له أبعاد، له بعد قومي ومغطى بغطاء ديني. نعم، وهذا ما جعل له أتباع في العراق كافأتهم بإعطاء مناصب مهمة وكبيرة داخل العراق، أمنية. نعم، وسياسية. تمام. وإلى ذلك تمام. هؤلاء الأحزاب الآن بيدهم السلطة وبيدهم المال والقضاء والأمن، وكان تخادم المصالح الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية البريطانية على أرض العراق. لكن هنا وبعد 20 عام من هذا العبث وهذه الفوضى أنتجت الضغوط وعي عراقي استطاع كسر الإيرادات الأمريكية والإيرانية وتخادمهم وأتباعهم. نعم، واستطاع فرض رأيه في وسط بغداد، ألا وهي ثورة تشرين العراقية. نعم، وثوارها الذين كسروا أصنام إيران وأمريكا، ولم تستطع أن تستمر، لكنها موجودة وإمكانية قيامها من جديد لقلب الطاولة واردة في ظل حكم الأحزاب الحالية. نعم، وعبثية هذه الطبقة السياسية. طيب عادل، هنا أيضا يعني مؤسسة غالوب تقول أنه، أو تقرير لقناة الجزيرة يقول أنه لم يكن هناك نازحون في العراق قبل 2003، ولكن حين سنة 2007 وصلوا إلى 2,600,000، وإلى 2014 وصلوا إلى 4,500,000 بعد عمليات استعادة المحافظات المنكوبة من سيطرة داعش. بالتالي هناك تعمد على إضعاف العراقيين وإبقائهم نازحين داخليا، إبقائهم بهذا الشتات داخل البلد. حقيقة الأحزاب السياسية الحاكمة، يعني هذا الفشل وهذه القيادة الفاشلة لا تستطيع أن تعطي ما لا تملك. نعم، هي بالأساس لا تمتلك أي برنامج حقيقي خالص لإدارة الدولة، وهي أيضا أحزاب تابعة لأجندات إقليمية تتحكم فيها المخابرات الإقليمية كيفما تشاء. نعم، هذه الأحزاب تأخذ أوامرها على جروب واتساب وتنفذ ما يتم الأمر به، وأيضا قياداتهم لا تمتلك كاريزما القيادة أو عقلية القيادة أو شخصية القيادة. تم اختيارهم بعناية، ضعفاء، شخصيات ضعيفة مهزوزة لا تستطيع صناعة ثراء. هذه الأمور التي ذكرتها جميعا لا يستطيع هؤلاء إنهاءها، ووجودهم في السلطة الآن
هو أساساً لإحداث هذه الفوضى التي ذكرتها، يستفيدون منها للبقاء النزوح واللجوء وخنق الحريات ومنع حرية التعبير والإرهاب والميليشيات. كل هذه ملفات بشكل وبآخر ساهمت في بقائهم في السلطة، صناعة ميليشيات مسلحة، سلب مدن كبيرة، واستيلاء على آبار النفط، الاستيلاء على المنافذ، على الموانئ، ملفات السجون. كل هذه الأمور تمت بعد الفوضى، هم ينتجون هذه الفوضى، وبالتالي أي هدوء هو لا يخدم مصالحهم ومصالح إيران في العراق والمنطقة، وبالنتيجة الاستقرار في العراق مهما كان سياسي اجتماعي هو لا يخدم مشاريعهم أو أي نوع من الاستقرار. نعم أستاذ عادل، بالتالي هذه الأحزاب السياسية لن تحدث أي تغييرات حاسمة في العراق، وستبقي هناك ملفات حاسمة وعالقة، وسيبقى الفساد متغول في كل مؤسسات الدولة ومفاصلها وفق الصورة التي ذكرتها. طبعا من الصعب جدا أن تسعى هذه الأحزاب لإحداث أي تغيير أو تسعى لمكافحة الفساد بجدية. لماذا؟ يعني هناك في العراق الآن 6 أحزاب رئيسية تتصارع على الوزارات، تتصارع على النفوذ بأي طريقة، وبضمنها حتى القتل. وشاهد الجميع كيف كانت موجة الاغتيالات بين الأحزاب قبل الانتخابات وبعد الانتخابات، وكيف وصل مستوى الخطاب التخويني بينهم، بل بعدما فاز التيار الصدري بالانتخابات بالمقاعد البرلمانية عمد الإطار التنسيقي إلى تهديد الدولة والشعب بالكامل، صواريخ، اشتباكات، اغتيالات، كلها لأنه كاد أن يخسر السلطة. وبالفعل استلم الإطاريون السلطة، ويسعى الإطار الآن إلى إعدام التيار سياسيا عبر إقرار قوانين جائرة مثل سانت ليغو الذي يعزز فرص الإطار بالبقاء بشكل دائم. هذه الأحزاب تمتلك فصائل مسلحة وقوة في فرض إرادتها على الشعب وحتى على شركائها بأي ثمن مهما كانت النتائج. وبالتالي الأحزاب السياسية وخصوصا الإطار التنسيقي لا يمكن أن يعمل على إحداث تغيير، وهو يسعى بكل الطرق على السيطرة لو كان على حساب الدماء أو حتى على حساب تغيير خطابه من محور المقاومة والممانعة ضد الأمريكان إلى محور الأرانب مثلا، للبقاء على رأس السلطة بأي ثمن ومهما كانت النتائج. من مدينة فانكوفر الكندية، المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات الأستاذ عادل الخزاعي، شكرا جزيلا لحضوركم معنا.